النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سناكس الفنكوش بطريقه سهله جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه للاخر. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تسالي الفنكوش. هو ده شكلها، بتتباع في السوق شبه المكرونه كده بس بتتقلى في الزيت. دلوقتي نبدأ مع بعض ونسمي على بركة الله. هحط الطاسة بتاعتي على النار فيها الزيت وهسيب الزيت بتاعي لحد ما يسخن. بسم الله، حطيت الطاسة بتاعتي على النار، الزيت سخن، هختبره، هحط واحدة فنكوش اشوفه سخن ولا لأ. اول ما تنفش يبقى الزيت بتاعي كده تمام، انزل بكمية الفنكوش اللي معايا. شايفين لازم الزيت يبقى سخن جدا وما ننزلش بالكمية كلها، ننزل بحبة حبة كده. الزيت تمام، لازم نطلعه على ورق عشان نصفيه من الزيت. هنزل بشوية شوية مش كتير عشان هو لونه بيغير على طول. اول ما ينفش كده نطلعه عشان لونه ما يغيرش. صفيه كويس، تاني بحط شوية شوية مش بحط كتير. شايفين اول ما بينفش كده بطلعه على طول. اهو يا حبايب قلبي الفنكوش بتاعي بعد ما خلصته، بصوا شكله جميل ويفتح النفس ازاي. اهم حاجه وانتوا بتقلوه في الزيت تحافظوا على لونه ما ياخدش لون منكم، يعني يا دوبك الزيت يسخن وبتنزلوا الفنكوش. اول ما ينفش بتطلعوه من الزيت على طول وبتصفوه، لازم تصفوه كويس وتحطوه على مناديل مطبخ وتحافظوا على لونه ما ياخدش لون بني منكم. هو ده لونه المظبوط. لو عجبتكم طريقه عمل الفنكوش ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.